يعني حرام علي أعيد النسوان أنا وبناتي، يعني هسه بناتي ولدي ما عاد نعيد. احنا ناسحين من جرف الصخر من منطقة العويسات، خيم احترقت، صار لنا اليوم من 2014 احنا مهجرين، يعني صار لنا 10 سنين، يعني لا حكومة رجعتني، لا أحد سأل علينا حكومة يعني تنطينا بيوت، تنطينا أراضي، تبنانا، يعني حالنا هاي بزيبز. من إحنا من جينا من جرف الصخر إحنا هنا بزيبز، وعندي 9 جهال، 7 بنات وولادي، ورجلي تعبان وأنا تعبان. واحترقنا بالهواء نهار الأربعاء من مس كهربائي، وما أملك غير رحمة الله. يعني طلعنا بالثياب اللابسين، يعني إحنا عائلتي كلها طلعنا بالملابس اللابسين، يعني هسه بناتي والله ما عدنا أي علف، خلف الله على ناس أهل الرحم يحسنون بينا. هذا الطباخ دبت الغاز جابونا مسواق على أهل العرب تخبزنا وتجيبنا، ما عدنا لا تنور لا فراش نقعد، أهل الرحم جابونا هاي الخيمة نقعد بيها. وأنا ناشد أهل الرحم، المسؤولين، الحكومة، أن نشوف حالي، ما عدنا لا حول ولا قوة. يعني أهل الرحم فرشونا وغطونا، جعد على الأرض، جعد يم حماي، جعدين على هالرمل، لا فلوس عدنا نملك، لا نملك فراش، لا نملك يعني أي شيء، يعني غير يعني لا إله إلا الله نملكها، ما نملك غير الشهادة. يعني ملابسنا بدلونا الجيران وأهل الرحم ما قصروا. هجرنا حزب الله مشانا، هزمنا من منطقتنا من جرف الصخر من 2014، يعني هاي نحسب احنا هنا 10 سنين. ما حد جانا وقال لنا يعني منين انتم، منين مهجرين، من لازم منطقتكم، العرب الناس السولف حزب الله لازم منطقتنا، عدنا بيوت وعدنا اراضي وجبنا حلال كله فطس، يعني كش ما تبقى عدنا غير رحمة الله. حزب الله لازم أراضينا، ما حد يسأل علينا، ما رجع، ما الحكومة ما ترجعنا، ما حد يرجعنا، ما حد يسأل بحالنا، يعني المناطق كلها تهجرت وإحنا ما حد رجعنا. يعني إحنا جرف الصخر، يعني هنا 10 سنين، إحنا ها مكاننا عرض تراب، المطار انغرق، يعني إحنا 13 نفر ننام بالخيمة كنا. الحار ما لا موليد لا كل شيء ما عندنا، والنوب احترقت فقدت الأول والتالي، ما عندي ثلاجة مبردة، أموالي كلها احترقت للم بها 10 سنين، مساعدات أهل الرحم راحن، بناتي جي العيد مقبلين بعيد، لا بناتي لا ملابس لا أتشيل، وهذا العيد جاني. من جرف الصخر صرنا 2004 احنا ناصحين وش ما عدنا، حد ما عنا بيها، حد ما عنا عيد بهالعيد، ما عدنا ملابسنا، كل شي حتلتنا، العابنا، كل شي، انا واخواتي واخواني احنا 9، معلمين بعد ما يقبلونا، بعد تشتون المعلم، أتمنى من أهل الرحمة يجيبونا بيوت، يجيبونا يرجعونا لهنا، لأنسى ثيابنا طلعنا بثيابنا، وناس الغلط نضحك على أهلنا.
ملاعبي توب للعيد تلشي ما عدنا حتى العيد ما عدنا تلشي نلبس فيه هنلوحان حال العرب ما عدنا نتسي توب للعيد منا اللي تعجب بيتي وهي هنموت وما تعدنا بيتي ولا راح نموت ويتن من حياتي لا نموت وما شفنا بيت هالسنة شلون من سالي الحالي قد البتامي وشالي وقرال الليل ما نبتت البتامي وشالي أغاب أغاب على أم وأبوي أخاف على أمي وأبوي الليل ما نامت أحد عليهم أي ولا شعب تشي معنا قال رحمة الله قال رحمة الله الواسع تشي معنا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تهجرنا من منطقة العويسات المحادية جرف الصخر من 2014 لحد هالساعة احنا مهجرين وما حد رجعنا ولا حد شافنا ولا حد سأل علينا لا من مسؤول لا من خلف الله على الناس الخيرة اللي تجي تعيننا شوية على أمور العيشة وأما ذن الخيم لا تحمينا لا من المطر ولا من الهواء ولا من حتى نار اشتلت بها بتماس كرهباي ما قدرنا نطلع قوة طلعنا جهاننا فاحترقت العندي والما عندي فالناشد لهي اهل الخيرين اهل الطيبين يشوفونا حل يعني احنا هسه نضل الى متى هنا يعني 10 سنوات يعني ما شبعت من عندنا الحكومه ما شبعت من عندنا هي رجعونا لهن هن ما يبعدوا عنا كيلوين هذول هن ورا يعني ما اخذتها الحكومه يعني متشلبه بهم من ذاك اليوم لليوم يعني واذا طبها داعش يعني الحكومه ما تقدر تطهرها من داعش واحنا لا حول ولا قوه عندنا كم جهال عيشتنا عيشه صعبه حيل ما ظل بينا مرضي يعني صارت بينا حالات حتى حالة نفسية صارت بيني نظل نطالب المن نطالب شو مثل ما تقول طلع قبل يقول النظام حاط بحلقة قطن ماي هسه حطوا القطن طلعوا من حلقة النظام حطوا بدانهم قام ناشد ونطالب ما حد يصد علينا ولا حد يسمعنا ولا حد يجي علينا يعني احنا الى متى نظل هذا مغطاي هذا مغطى مال زرع قبل نزرع به زرع احنا ناس عرب ناس نعرف الفلح منطينا ذن الخيام ما يحاول كتلنا البريد كتلنا الحار يعني شو نطالب لا مبردات عندنا لا عندنا شيء لا عندنا مبلغ مالي يعني المسائل الزيتات والتمنات ذني مال عيشة يومين ثلاثة كل سنة يجونا مرة حسنة احنا ما رايدين احنا نطيهم الحكم بس يرجعونا لديارنا يعني عوائلنا تبهذلت تبهذلنا احنا من ذاك اليوم لليوم نطالب الناس الخيرة اللي يعرفون يعرفون قيمة الشرف وقيمة الإنسانية ان يشوفونا حد هاي القاع هاي مو تابعة لا إنا ولا أبو القاع الرجال خيري قال لك سنة سنتين وإحنا بتشلبين بها من ذاك اليوم لليوم نطالبهم يرجعوننا ينطون استبدال يعني ما أريد هاي الخيمة هالخيمة ما أريدها نقعد بالعراء أحسن ما نقعد بخيمة يعني لا حامتني من حر ولا من برد ولا من نار يعني تماس كرهباي بسيط أدت ما أظل عندي شيء 10 سنوات إحنا اللي بها راحت يعني خلال ساعة ثانية هيك راحت لا أطفائية يمنى لا مستشفى يمنى يعني تمرض ساعتين يلا نطب المستشفى ما يعني ما يعني شو نطلب شو نقول مي هسه إسالة دور هنا إذا لقيت إسالة أنا معتب ما عندنا خلف الله على أبو جامع يعني ميها مالح ما نشرب نجي نجيبها ونشرب صار عندنا زنتر وصار عندنا امراض وحيشه يعني ما اقدر اسولف كياهي مناطقنا والله الحكومه تقول بها عبوات وبها ناس ما نعرفها يعني حشد حزب الله ايران ما ندري بها شنو
مناطقنا احنا اللي طلعونا معتها عفناها نظيفة صافية، عفنا امالنا بيها. قال ما نطول عليكم، ان شاء الله شهرين ثلاث اشهر نرجعكم مناطقكم. احنا نفوسنا عامرية، تابعين للعامرية. اي محافظ اي مسؤول جاء ما سأل عني غير بوقت الانتخابات، يجي يجيب له بطانية تعال انتخبوني. يعني عيب عليهم، على السياسيين عيب عليهم يسوون هيك وياني. يعني نظل احنا نطالب الى متى؟ يعني صامين ذالهم؟ يقبل هو يقعد بهالخيمة، يقبل أهله يقعد بهالخيمة. احنا ولد عوائل، ولد عشائر، ولد عرب، وعندنا تقاليدنا وعندنا عشائرنا، واحنا ما نقبل في هاي. بس تحملناها، قلنا بركة سنة سنتين الحكومة تعدل امورها وشوفونا حلو يرجعونا مكايننا سياراتنا حلالنا كله انترب. والله ما رجعنا وما اخذنا شيء وياني. يعني انا هسه 10 سنوات هنا بهالخيمة نجمع مثل ما تقول المجمدة والثلاجة ومبردة، انسحق خلال ثانية وحدة ما قدرنا نطفي. الاسعاف تيجي من العامرية ساعة ونص، يا الطب هنا لا تطفي لي خيمة هاي 10 دقائق ما تضل ليش اذا تشتعل. احنا عندنا جهال، عندنا انا برقبتي 9 نفرات شي عيلهم. يعني اسال المسؤول يقدر يقعد هنا ساعة بشدة الحر او بالمطر؟ خيم ما تقدر تطوي، حتى النفس مالك اذا تنفس بيها ما يطلع، يظل داخل. مرضنا نفسنا، صار عندنا جرب، صار عندنا وجع، صار عندنا اشكال. اسا عندي فتق اني، يعني اظل اني الاوح بنفسي الى متى؟ اظل الاوح بنفسي. اطالب من كل انسان خير ان يشوف لنا حل، ومو بس الي، ما طالب بس الي. هاي المخيمات كلها معرضه، يعني مجرد اللي بنوا له بلوكات وحق عليها سندويشات والحياي والعقارب. قبل ايام انا نقلت بناتي وهاي المستشفى مال العامريه اللي تقتل عقربه جرار اسود. والعلاج من عندي مو من الحكومه، انا جبت العلاج بالصيدليه، كتبوا لي اياه جبت لهم اياه بالصيدليه لان ما متوفر. احنا نازحين من جرف الصخار، صار لنا اكثر من 9 سنوات في هالمخيمات هاي. لا اشتي علينا ولا صيف صيفنا، يعني هاي الحار يقتلنا، والشتاء البرد والمطر، وهاي شوف هالحريقات، وهاي شفنا شيء ما شافه البشر. معنى هاي كافي مساء، ولا حد يجينا مسؤول يجي علينا ولا حد يشوفنا. احنا هاي الحر هنا احترقت خيمه هنا يمنا، ولا حد جانا، ولا حد، العائله كامله هنا قرافه راحت. احنا كنا بخير عمي، واحد يدور على واحد. هسه احنا كل واحد بالعامريه، واحد بالشمال، واحد احنا بيننا وبين عمامنا وبين قرايبنا. يعني تاخذ لك نهارين ثلاثه الا تتواصل عمامك وقرايبك. ايام العيد قبل، هسه ماكو. هسه ما يمر علينا عيد. وضعنا هاي الاطفال هاي مبهذله، وهاي شوف هاي الاطفال هاي شوف هاي بالديان بالخيامات بالهاي يسوربهم بالخيامات. هم ما يعرفون شنو البيوت، شنو ما يعرفونه، ما يعرفون شنو البيوت، ما يعرفونه. واحنا ما رئيس وزراء يوميا يجينا رئيس وزراء جديد، يوميا رئيس وزراء جديد، ما يوم قال النازحين مساء عيتهم. نتمنى والله نرجع ديارنا وبيوتنا، وهاي هي ما نتمنى غير كل شيء غير هاي. هسه حكومه ما تقدر تطب، هي جاي يطلعون هم سياسيين يقولون احنا ما نقدر نطب جرف الصخر. إيه لا، احنا الناس العاديين. هسه انا بضحى اربعه من اخوتي من ضمن الارهاب. مو بس هو على الحكومه، كل على المدنيين كلها. هسه انا مضحى اربعه شهداء. نزحنا تنظيم القاعدة، قام هجم على المناطق الغربية
وحالنا حال الغربية، الغربية رجعت واحنا ظلينا. شلون ما نطالب عمي؟ احنا اهم شيء عودتنا، والله ما نريد كل شيء من الحكومة، كل شيء ما نريد غير العودة. عندنا ببيوتنا الحمد لله، أراضينا عندنا بيوت نزرع وناكل، إحنا فلاليح، إحنا فلاليح نزرع وناكل، ناكل بذرة عنا بتعبنا، عندنا بيوت، عندنا بيوت إنا أي عايشين الحمد لله. يعني هسا يعني شملك أنا يعني بيا ساعة يقول أبو القاح شيلي أنا وين أروح؟ وأصلا هاي هنا الجاعدين بيها مشترينها أهل الرحم وأهل بالقاع، أخ الله إن شاء الله يفضل عي ويرضى. قال استقعد يمنا مع الله كريم، يعني سنتين ثلاثين طانا مهلة الخير زين، بعد سنتين وين أروح؟ لا عندي إمكانية، ما عندي أي شيء نطلبه من أطلبه من أهل الرحم والخيري يشوفوا الحل. أنا احترقت، أنا ملت روحي حتى من الخيمة، قمت أخاف أنام بيها والله العظيم، قمت أخاف أنام بالخيمة وناشد الطيبين يشوفوا لي حل. انا اخو ما عندي ولا ابو، هم اهلي واخوتي. ايش تخاف؟ اخاف من الخيمه احترقت علي. استحمى عند غرفه بلوك قاعده بيها، ما بيقعد بالخيمه، اخاف يعني من احترقت. يعني عجيب يعني ثوان وخلصت، ثوان وخلصت يعني هي والبيه. يعني أنا من أقعد بيها طقت عليه بالليل، وين أروح أنا وبناتي سبع خطية؟ هذا وليدي، والله خاف أقسم بالله، يعني أخاف أقعد بيها. يعني أنا قلت شلون 10 سنين أنا قاعدة بيها خاف، يعني شفت النار بعد ما أبي أقعد بيها، ما أبي أقعد، أخاف، أخاف أقعد بالخيمة، ما أبي أقعد، ما أبي أشوفها والله هسه ما أبي أشوفها. والله خاف على بنياتي وجهالي، والله حطتهم، والله حطتهم مخاف عليهم، بنياتي نثاي، اي والله خاف على جهالي، ما عند احد. خذيناهم من هزم من الجيران، عرفت كل شيء، خذيتهم من هزم من كل شيء، ما اريد ما قدرت اطلع، يعني اطب الباب ما بي، يعني النار كلتني، النار كلتني يعني ثواني، يعني خذيتهم جهالي ونزمت اخاف عليهم. يعني حت بالليل والله اليوم صار لي 3 ايام والله العظيم ما غمضت، يعني الليل اخاف ما بي انام بالخيم واشتم بيهم واقوم يبا مو زين. الله حفظ لي اياكم، والله انا ما عندي حد، هم اهلي، انا اهل ما عندي والله العظيم. خوش نقول الحمد لله، كنا زينين الحمد لله، أقول يعني على كل حال الجهالة قدامي، بس هسه ما عندي عيشي، ما عندي مسكن، ما عندي مسكن، ما عندي كل شيء، ما عندي غير أملك الشهادة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هاي هي الحمد لله وجهالي نعمتهم. أمنيت بعيدة أشوفها أهل الخير، شوف أريد اللي أتمنى شنو، أريد البيت، أريد يسووا لك مكان أقعد به، أريد أعيش مثل الناس، حالي حال الناس، حالي حال النسوان. يعني بس أنا إحنا واحد المهجرين، يعني أنا احترقت، يعني حرام علي أعيد مثل النسوان أنا وبناتي، يعني هسا بناتي يقول ما عدنا عيد.
نازحت الأنبار، رواحنا طقت حتى الحلقة ما ياكل بينا النهار. الله البارحة رجلي راحت من البق، والمدارس جاي يدرسون درس وجاي ما جاي يعلمون زين بس يضربون، ومؤكدين بالكتب هنا ويفتسون. بس أنا وني تصير معلمة وايد أتخرج وايد أكمل وايد أعيش أهلي بعيشوا سلامة. حتى الخيم طقتنا هسا عمتي، عمتي يا بمبهدلة حتى عيونها ما تشوف، وتريد قرفها، وقالوا لنا راح يجيبون لك هاي بيوت، بس جابونا كرفانات. عمتي بس تريد تعيش، بس تريد تعيش، طقت روحها من الخيمة. والله يوميا نوديها الطبيب ونجيبها، اتحمل حتى ذاك لو تخربط طقت روحها عليها. أمنيتي معلمة أصير وتخرج، وحتى بابا قال يصير معلمة. هو ما أحب أرفض الطلبة، أي طلب يقول لي علي ما أحب أرفضاني، أحب أصير معلمة. أمنيتي حالات صارت فيني أنا أخطر من هاي، كنا نعيش بتعاسة وهاي حتى أرواحنا طقت، كنا القايض يضربون. حتى عمتي نعمت من ورا كل هذا الشي، الصاروخ وهذا كل شيء، يعني نعمت منه كل شيء، كل هذا نعمت منه. صار نرجع المناطقنا، صار لنا 10 سنين هنا. أنا ولدت بالخيمة، يعني أريد أشوف ديارنا، ديارنا ما شايفينها، يعني أنا بعدني من هاد وأنا ولدت هنا بالخيمة، أريد أشوف ديارنا. صار لنا 10 سنين هنا، إحنا شنو ذنبنا؟ إحنا مو عراقيين؟ والله يعني حتى تعبنا من هاي الخيمة، يعني إحنا بشر مثلكم عراقيين. ليه نازحين؟ نازحين من العويسات. صار لنا 10 سنوات. لا والله ما اشترينا ملابس للعيد، كل يوم نطالب، كل عيد نطالب نرجع لديارنا، منين نجيب ملابس للعيد؟ ما اشترينا ملابس للعيد، كل عيد ما نشتري ملابس. شنو منيتك؟ والله منيتي ارجع لديارنا، هاي البنية الوحيدة اريد ارجع لديارنا، ادي اشوف ديارنا ما شايفتها بكل حياتي. لا والله ما نروح على مدينة الالعاب، يعني انا ولدت بالخيمة وش وقت اروح لمدينة الالعاب؟ كل عيد يعني انا بالخيمة، يعني لا مشترية ملابس، لا يعني ولا شايفة ديارنا. والله الخيمة قعدنا برا بالمطر، والله نقعد بالخيمة، نقعد برا أحسن ما نقعد بالخيمة، برا أحسن من الخيمة. احنا نازحين من جرف الصخر، صارنا هاي السنة التاسعة. هجرنا سنة 2014، اجتنا جهة مجهولة واخذت مناطقنا على بيئة على اساس هي حرارتها شو اخذتها نفس الشيء، لو ما محررينها باقية على قابل احسن، وهي منطقتنا ما صار بيها كل شيء، جو دخلوا بيها وطلعونا من عندها. وهاي السنة التاسعة احنا قاعدين بالخيم وشفنا الويلات من برد الشتاء وحر الصيف، وكل شيء ما افتهمنا لحد الان. شنو الجهة اللي ماسكة منطقتنا؟ ما نعرف شنو، وتأذينا حقيقة. صار 9 سنوات وانت تعرف القاعد بخيمة 9 سنوات، يعني شنو يكون موقفه من هذه الدولة؟ والناشد الخيري، ناشد المنظمات الدولية، ناشد الدولة، نشوف انه حل منطقتنا. صار 9 سنوات، يعني أول مرة نشوف يعني بتاريخ الأمم يعني واحد تهجر داخل منطقته، داخل بلده. ما نعرف شنو السالفة. والله شوف يعني نفرح هاي الجهال، يعني نفرحهم بمنطقتهم. شوفهم يعني يشوفون منطقتهم ويشوفون أهاليهم وعمامهم خوالهم، كل واحد يعني بمنطقة، متهجرين كل واحد بمنطقة، يعني ناقسم بغداد قسم منطقة سياحية قسم هنا، ما لا أحد يشوف عمامه ولا أحد يعرفهم وين يندلهم بهم وين. جاء
فضل علينا العيد واحنا لا عندنا لا ملابس ولا عندنا حكومة عراقية، حكومة عراقية ما ظلت لأن احنا مو عراقيين، احنا هنا احنا مو عراقيين لأن احنا محافظة الأنبار في منطقة البزيبس مخيمات، احنا مو عراقيين خلاص، لا حكومة طبت علينا ولا والمطر يزق فوقنا زق، وماكو خيام نقعد برا طبعا، ما خيام ماكو، ما تزق فوقنا المطر وحكومة ولا جت لا شافتنا، احترق هناك هناك نزلم احترق، يلا جت كم متبرع ما جت حكومة، اي حكومة ما جت كم متبرع جاء وشافه. بس في شو سلبي؟ والصيف مثل الشتاء هم حر، كتل كتل، الشتاء مطر والصيف حر كتل والله، وخيام يحترقن فوقنا ويموعن وماكو حكومة تجي تشوفنا. لا والله ملابس العيد ما اشترينا لان ما عندنا امكانيه نشتري ملابس العيد، منين نشتري ملابس العيد واحنا حكومه ما عندنا؟ شنو منيتش؟ منين يشوفونا بيت نعيش بيه لو قروفتين نعيش بيهن مثل العالم، والله كتلنا البرد وكتلنا الحر نفس الوقت، يشوفونا قروفتين نعيش بيهن ما يخالف، الحكومه صد علينا على حالنا، احنا اطفال متنا. احنا عويسات ونزحنا من 2014، وهاي من 2014 كل يوم باكر ترجعون عقبه ترجعون، والى يومنا هذا لا رجعنا ولا تأهلنا، وقاعدين بهالخيام وننتظر بس رحمة الله، نقول بكر الله من الحكومة من المسؤولين من الكبار من الشيوخ العشائر، الله سبحان الله على هدفهم ويرجعوننا، واحنا والله تعبنا، لا حلالنا راح، قاعنا راحت، بيوتنا راحت، ما ظل عندنا فد شيء، انا بالنسبه لي راحت تقريبا مليار هناك ظل عندي، الماكينه والبيوت والسياره وحمل السيارات، وما جبنا ويانا فد اي شيء، جتنا دفعه ما لحقنا نطلع قوة طلعنا نفسنا بالقوة، اي والله، وهاي اطفالنا وهاي عملنا وما عندنا شيء، ماكو الا رحمة الله، والطيبين الطيبين لا الطيبين هسه جاي يعينونا وجزاهم الله خير، من المتبرعين ومن الحكومة ومن وزين خوش الحمد لله والشكر، بس كله وما شبعانين الى ما نرجع لدارنا بيوتنا مسكننا أراضينا نخلنا بستاننا، يعني شغلة يرثى إليها والله كريم، ما عندنا غير الله سبحانه عز وتعالى، نسأل الله التوفيق. نيتكم بالعيد والله نتمنى إن شاء الله بهذا العيد سبحان الله، لأن الله سبحانه عز وتعالى رجعنا لمكاننا، وأكو إن شاء الله يقولون أكو حكي بلكن الله، لأن بهالعيد هذا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرجعنا احنا وكل النازحين، مو بس يعني منطقتنا العويسات، جنابيين وهم البصالح قسم ويانا ومن كل المناطق اللي احنا هسه بيها. والله احنا نازحين من جرف الصخر، نزحنا من 2014 لحد الان، هاي صار لنا 10 سنين، عانينا ما عانينا، مطر شبعنا شبع، بريد شبعنا شبع، بالصيف حاره وبالشتاء بارده وما شفنا خير، اي عيد يمر علينا الله وكيل لك دمعتي الفجر ابكي افطر ابكي وبكل دقائق لنبكي، ها لا عيشه عيشه، لا متهنين مثل العرب
لا عيدنا عيد مثل الناس، لا معيدين مثل الناس، قعدنا عيد ونقول هاي والله جانا العيد يوم نفرح بهالعيد، لا والله مو فرحانين، قاعدين بخيم، الخيم أبسط شيء كهرباء أحرقت البارحة خيم عرب كثيرة مردتها مرد، يعني ما شفت الغنوات عليها، هي هذا أخوي اللي احترق ترى البارحة، يعني كهرباء شوية طقت عليه وحرقتنا الأول والثاني، هسه قاعدين مؤقت، إحنا ما ندري واحنا شفاكة نموت. يعني هاي الكهرباء خطرة علينا، شوف الوايرات هاي الوايرات هاي المسربة، شوف ايش كثرها، هاي جعد الله جعدني لنا في خيمة، الله هذا المي هذا المي غسل الحي مي ما عدنا مي، أريد هسه أطلب الناس الخير أريد لي برينة، برينة يعني برينة هم البرينة ماكو أريد لي برينة من راس الناس الخيرة الطيبة أريد لي برينة، أنا زوجي مفقود وولادي مفقود، ومنطقتنا خذتها ناس جهة مجهولة ما أعرف منو خذاها، يعني 2014 الحكومة ما قدرت ترجعني. الحكومة العراقية وين رايح؟ الناس الطيبة وين رايح؟ والله خلف الله على الناس الخيرة، والله ما قصروا ويانا يعني الناس من الناس الخيرة ينطوني، يعني يجون الناس الخيرة تنطيني مثل أقول لك القاسم الله تنطيني إياه، والله عيشة ما عندي، يعني الله وفيك لا حول ولا قوة، أريد لي من الناس الخيرة الطيبة يحفروا لي برينة مي ما عندي، هذا مي يغسلها نغسل بيه ما عندي، هسه أنخاهم على برينة شو كل ما أنخاهم ما يجي، يختلف والله قبلنا بمنطقتنا غير. نقص ملابس للعيد ووالدنا يمنى ورجالتنا يمنى وتزهيننا الدنيا الله وكيلك، يعني جيشنا حلو يمنى والدنا حلوين يمنى، والله أحاشيك الصدق وأنا صادقة وجه رب العالمين، يلا يلا يصبح العيد، هذا العيد ماكو عيد، يا عيد الله وكيلك يا عيد والله ما يا عيد أصبح أصيح وأبكي الله عليك، والله العظيم يصيح يقرأ بالجامع أنا صيح ألطم على وجهي وأبكي على أولادي، أين أشوفه فقدنا 2014 هو أولادي، الله أكبر الله أكبر اطلعوا لي، يعني وأقناكم حذر عن المغيبين انطوا عفو عام عن المغيبين، الله عليكم يعني بدمعتي بالكل بعيد أنا نفتشي، اطلعوهم فرحوا أمهاتهم، يعني ما عندكم ولد يفرحوا أمه فرحوا زوجته بيه، فرجوا عند المقرد نايمين بالسجون، أطفالنا دايحة إحنا دايحين، يعني أولادي مفقود وزوجي مفقود، أصبح من الصبح أبكي يا عيد هذا يا عيد، ما عندنا عيد احنا، الله ما يجيني عيد ولا فرح بعيد ولا اقول عندي عيد ولا اي عيد يجيني، شو اسوي بالعيد انا؟ رجال تموني وما عشت تشين اقول ما عندي عيد. ما عندي، والله لا حول ولا قوه، ومطلوبه فلوس مطلوبه فلوس بقد الدنيا، اشتري من محلات بالدين واشل جهالي. ما عندي. هاي هي، شو اسوي هاي حكومه العراقيه. اصبح ابكي اهني من؟ والله ما اهني ولا واحد. يعني مثل ما انتم متهنين وملابسين ثياب جديد ووالدكم يمكم وانا ولادي مو يمي وانا مدلة وين ما وين الله عليك حالي حال الشباب يعيد اريد بس اشوف الله عليكم اريد بس اشوف الله اكبر انتم عفوا المساجين معودين الله اكبر عليكم والله ما تسهر قبل سهر افشالي والله ما كل شيء ناوي هذا وناوي هذا والله بري والله بري والله بري والله بري اللي تسمعوني والله بري والله لو عنده شيء فلا بتشي علي لو عنده شيء ويمشي والوادم والله ما بتشي علي والله لو عنده شيء ما بتشي علي ولا أقول فغاد ولا أقول راح والله بري بعد بعز شباب الله أكبر الله بعز شبابه ليش خلتوه أنت من الحكومة أنت من الناس الخيرة طالبوا بيهم اطلعوهم الله أكبر أنتوا عفوا عام للمساجين صوتوا انتوا للبرلمان صوتوا قولوا اطلعوا المقرد اطلعوهم اللي ما عنده شيء اطلعه واللي عنده شيء لا والله اسجدوا احنا ما قايلين اللي ما عنده شيء خلي واللي ما عنده شيء بيري يطلع لامه اللي زوجته شوف الله اكبر معين ما عندي نهاية 10 سنين خذيتوه وين وديتوه يعني بالسحور ابكي وبالفطور ابكي وبالعيد ابكي يا عيد هذا يا عيد اهنيهم لا والله ما اهني ولا واحد احنا من العويسات صار لنا 10 سنوات اي 10 سنوات صار لنا ما حد مر من الدوله ما انطتنا خلف الله على المتبرعين يجونا واهل الرحم اهل الغيره واهل الرحم هاي 10 سنين والله ما قصروا جزاهم الله بالف خير هاي احنا عفنا حلالنا وعفنا مالنا وعفنا بيوتنا هدموا بيوتنا
وخذوا ولدني ما خلوا وزلمي مشي على الأرض، ولد عمي وابن أختي وابني ما خلوا، وإحنا سوين الروح غير الدولة ما تنضعنا، واللي أهل الخير ما قصروا ويانا، هل ينطونا ياهن عايشين بيهن، والله أرحم الراحمي. بعد شو سوي؟ نزحنا طلعنا منك مش جينا، وإحنا النسوان مشي عفنا حلالنا وعفنا بيوتنا بطرق ثيابنا، حتى عبي ما لبسنا، جينا قعدنا هنا سوينا صياخة وحطينا عين الشوادر وقعدنا، وهاي جرت من ذاك اليوم يومي يشيلونا وين ما نقعد، يشيلونا وين ما نقعد لنا سنة سنتين قلبوا القاع شيلوا، ويومين تهجون ونشيل، وكل فايدة ماكو.